مثلا حتى صباح هذا اليوم لدينا حوالي 23 ألف مواطن فلسطيني بين شهيد وجريح ومصاب في قطاع غزة. لدينا أكثر من 230 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل أو تضررت بشكل جزئي ولم تعد صالحة للسكن. لدينا 1,400,000 مواطن فلسطيني من أصل 2.5 مليون أصبح بدون مأوى بدون مسكن. الذين حتى الذين لجأوا إلى مدارس وسائل الغوث والمستشفيات تم استهدافهم، تم قصف العديد من مدارس وكالة الغوث التي تأوي المواطنين، وتم قصف العديد من المستشفيات. حتى القطاع الصحي تعرض إلى ضرر كبير، أكثر من 7 مستشفيات كبرى خرجت عن الخدمة، 21 مركز صحي خرج عن الخدمة، المستشفيات التي بقيت تعمل 5. سعد السفير صوت مش واضح يا فندم. العلاج للجرحى والمصابين، الوضع في غزة وضع كارثي ينذر بتداعيات ومخاطر كثيرة من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار ليس في فلسطين فقط، وإنما أن يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. صحيح. لذلك نحن نحذر من مغبة انزلاق الأمور إلى أخطر من ذلك، أن سبق أن حذرنا مما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية والقدس وحصار قطاع غزة، ولم يصغي أحد لنداءاتنا وانزلق الوضع إلى ما انزلق إليه من حرب قامت بها إسرائيل على غزة. وأيضا بالتزامن مع هذه الحرب سيدي الضفة الغربية تعيش حالة من العدوان المستمر. لدينا حتى صباح هذا اليوم 96 شهيد منذ 7 أكتوبر، لدينا حوالي 1,300 معتقل فلسطيني حمله الاعتقالات تتم بشكل يومي، وكل ليله هناك عشرات المعتقلين واكثر من 1,500 جريح. وهناك ايضا تغول مستمر من قبل المستوطنين وعصابات المسلحه ضد شعبنا في الضفه الغربيه.